رمضاننا السنه دي لمت الصحاب. القاهره اليوم هتجمعهم وهنقعدهم مع بعض، احنا كلنا لمت صحاب، لمت عيله. رمضان جانا، قولوا معانا اهلا اهلا رمضان. من طلب صديقا بالعيوب عاش وحيد. الناس فعلا بعد على شهر ابتدت. دكتور عبد الله مصطفى عمر مشكلته اللي بيقوله ده يوديه السجن. في الزمن ده الكذابين ما بقوش بيفتكروا. جبت لك حاجه مش هتعرفها. غششينا السحور باكل عكاوي. ده في حد ذاته انجاز والله العظيم برنس. قرر اليوم بنركز على لمة الأصحاب. قابلته بعد كده قال لي هات لي أي مسلسل الله هعمله. انتوا حاجة جميلة وعاملين حالة حلوة قوي في مصر. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. أحلى أكل في الدنيا كلها في اسكندرية. كل قرر اليوم السنة دي في رمضان حياة سكر زيادة. القاهرة اليوم يومياً خلال شهر رمضان المبارك على قناة ألف اليوم HD. اتصل واشترك في باقة ألفا متوفرة منفردة أو مع باقات أخرى من OSN. ألفا قنوات الأسرة العربية.